السلام عليكم. اليوم نروحوا نشوفوا المركز الجامعي جديد تم تدشينه في ولاية تيارت، ونشوف يعني هندسة معمارية جميلة يعني تلائم هذا النوع من المنشآت الجامعية. إن شاء الله تكون المستوى تاع التعليم يكون في يعني يكون مستوى عالمي إن شاء الله، وتكون الخدمات الجامعية للطلبة في عند حسن ظن الطلبة. إذن أترككم تتابعون، والسلام عليكم.